سادسه طبعا كل يوم سبت عود حضراتكم يقدم لكم حريفه النادي الاهلي. اول حريف كان موجود معنا في سادسه هو اسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ويمكن كنا قلنا لحضراتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى انستغرام وعلى تويتر ايه هو افضل جون لكابتن محمود الخطيب. كنا عرضنا ليه مجموعه من اهم الاهداف ومجموعه من اللقطات اللي بتبين مهارات واحد من اساطير الكره المصريه والعربيه والافريقيه والعالميه. محمود الخطيب كانت حاله جدل الحقيقه، واختلف الجمهور على افضل هدف. كان المنافسه بشكل كبير جدا بين ثلاث اهداف، واحد منهم مع منتخب مصر ضد تونس، واثنين مع النادي الاهلي، واحد ضد مستقبل مرسى التونسي والثاني ضد اشانتي كوتوكو. لكن هدفه مع منتخب مصر ضد تونس كان في النهايه هو قرار واختيار جماهير النادي الاهلي، واختارت الهدف ده عشان يكون افضل هدف في مشوار الاسطوره بيبو كابتن محمود الخطيب. الخطيب بعد دقيقة واحدة الجول بيخلص 3-1. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ من اللقطة الأولى في السادسة اتفقنا مع كل جماهير النادي الأهلي اللي بتابعنا إن الكورة للمتعة، وصحيح إنه الانتصارات وإحراز البطولات وإحراز الألقاب جزء ومصدر مهم من مصادر المتعة، لكن ده يمكن يكون ليه علاقة بالفرحة، حالة الفرحة اللي بيولدها الفوز أو حالة الفرحة اللي بيولدها حظك للقب أو لبطولة، لكن المتعة، المزاج، الاستمتاع بمهارة كرة القدم ما تجيش دايما إلا من الحريفة.